انتم لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده دائما يا ربي. مرحبا بكم في قناه ام سانسون. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطريقه ديال تحميض ديال الزيتون المشقوق. انا واحد الفتره هذه واحد 10 ايام شقيته يعني كنقبض الزيتون بحال هكا كان بالموس كنشقو ثلاثه الشقات كنظن كيبان لكم صافي. وكنبقى نبدل عليه الماء يوميا، ماشي يوميا، نهاريه ونهار لا، باش ما كيهبطش الزيتون حتى ولا المذاق ديالو حلو. ودابا غادي ندير له الحامض والرنج. الكل كيعرف الرنج، واحد شويه ديال الرنج ماشي بزاف، غير واحد 4 ديال الرنجات عصرتهم. عندي هنا واحد الكيلو ونص ديال الليمون حامض قشرته، وغادي نحكوه في الحكاكه مع هذا الرنج، وغادي نضيف عليه الملحه، وغادي نحمض به الزيتون ديالي. تابعوني تشوفوا الطريقه. غادي نحكو الحامض، كما قلت لكم عندي هنا 4 ديال الرنجات معصرين، غادي نحك عليهم الحامض بهذه الطريقه، وغادي نضيف عليهم الملحه. هذوك الطريقات اللي كيبقاو ما غاديش نضيعهم، هذوك غادي نتهما نملحهم وغنديرهم على الوجه ديال العلبه او السطل اللي غادي نرقد فيه الزيتون ديالي. انا غادي نحك هذا الليمون هكا كامل بالحكاكه باش ما نطولوش عليكم الفيديو، غادي نحكو كامل ونرجع معكم. من بعد ما حكيت الليمون هكا كنضيف عليه الملحه، كندير الملحه شويه بزايد، لان شكون كيحافظ داك الملحه والليمون هي اللي كتحافظ على الزيتون كيبقى اطول مده. انا غادي نمعك هاد القشور اللي بقاو ديال الحامض على هاد الطريقه هكا مزيان حتى يتمعك، وغادي تذوب ديك الملحه مزيان، ومن بعد غادي نصفيهم باش نصفي حتى من العظام، حيت داك العظام مع المده كيطلقوا واحد المروره، وهادو كيضيعوا لنا الزيتون ديالنا. كيديروا واحد الصوفه كتضيع الزيتون. غادي نحيدهم كذلك، غير غادي نمعكوهم مزيان مع الملحه، وغادي نحيدهم. من بعد غنصفي ونخلي غير العصير ديال الرنج وديال الليمون والملحه سائل، ما فيه حتى شي طروفه ديال الليمون. من بعد ما صفيت الحامض وديك الرنج كيبقى غير الميه صافيه بحال هكا، كناخذ الزيتون ديالي وكنديرو فيها، كنديرو في داك العصير. عرفتي راه ما عنديش الماء هنا، نقطه الماء هي التاليه ما عنديش، حتى الزيتون صفيته من الماء وغسلته وعاودته وغسلته وعاودته. صافي كنبقى نقلبو هكا في ديك العصير ديال الحامض والملحه والرنج. الحامض راه ملي كتبقاو ملي كديروا له الملحه وتعجنوه مزيان راه كيطلق الماء. انا دابا غادي ناخذ الحامض الزيتون ديالي وغادي نديرو في السطل بهذه الطريقه، وغنعصر عليه داك، وغادي نخوي عليه داك العصير كامل حتى يغبى الزيتون في هذا العصير. هكا الزيتون ديالنا كيبقى معنا عرفتي عام وعامين وما كيخسر ما كيضيع ما حتى شي حاجه، كيبقى كما هو. غير هو مهم ما ديروا حتى شي قطره ديال الماء، حاولوا ما امكن الزيتون ديالكم ترقدوه في العصير ديال الحامض والرنج. الرنج كيحافظ عليه اكثر، ما كيهبط ما حتى شي حاجه، كيبقى الزيتون محمض طبيعي
شهوه منه لمده اطول. انا غادي ندير الزيتون ديالي كامل هنايا وغنخوي عليه داك العصير كامل حتى يغبى. الزيتون ديالي في السطل خبيت عليه داك العصير هكا جا قد قد. انا قطعت الحامض طرونشات هكا وملحتهم ولويتهم شويه في داك العصير اللي بقى في القصريه. وغادي نستف هاد الطرونشات ديال الحامض غادي نستفهم على الوجه بهذه الطريقه. ما غاديش نخلي الزيتون يطفو فوق العصير نهائيا. انا راه فاش كنكون كنخدم هكا بالحامض راه فمي كيبقى يجري. غادي نستفهم هكا كلهم صافي باش داك الزيتون ما يطفوش على الوجه ويخسر لينا. صافي انا هكا غنكتفي. غادي نجيب واحد القطعه ديال البلاستيك فيلم المونتير وغادي ندوزها على الوجه هكا ما غنخليش الهواء نهائيا. غندير هكا وغادي نغطي السطل وغادي نغبرو واحد الاسبوع ما نحلوش نهائيا. ان شاء الله من بعد اسبوع غادي نلقاو الزيتون ديالنا شهوه منه. هذا هو الزيتون ديالنا من بعد ما رقدناه. دابا فاتت عليه واحد 3 ايام غنوريكم كيفاش كيولي. ها انتما تشوفوا ديك الحبيبات اللي كيكونوا باهتين في الاول ملي كيوصلهم الحامض والملحه كيوليو بريو. ها انتما كتشوفوا كيولي اللون فيه رائع. ها انتما كتشوفوا ها انتما غير الحامض فقط حتى قطره الماء. ها انتما كتشوفوا يعني بحال السيرو. الزيتون ديالنا كيجي على هذا الشكل. اللي عجبو الفيديو ديالي يدير لي لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس باش يوصلو دائما الجديد ديالي. شكرا على المتابعة ودمتم في حفظ الله.